هذا العريس رقم 25 وإن شاء الله يكون مسك الختام. قولي يا الله يا الله. يا كريم لا تخافين يا يمه، أنا وصيت أبوك وأخوك قلت لهم يتمسكون فيه بأي طريقة، أي وأي تصرف غوائي منهم أنا أهدين عليهم. يعني تقضين عليهم؟ إيه 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 خلاص إن شاء الله، يعني في أمل أتزوج ويبكوك الشعيال. في أمل يا يمه، قولي إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله، من فضلك يا الله ارزقني يا الله، لا تنسى عبدك يا الله يا الله يا الله. ما شاء الله العائلة الرياضية. طبعا أبا عن أما عن جد، الوالد الله يرحمه ويطول في عمره كان لاعب في المنتخب وكان كل مباراة يصك بخمسة ستة أهداف. ما في داعي للإطراء، ما في داعي للإطراء. حايبة لا يبا، أرجوك لازم الناس شهداء الله في رضا، ولازم نعطيك حق الغيبة. تذكر يبا مباراتنا مع الياباني يوم خسرنا 5-0، الوالد جاب 4 أهداف. قلت بل يا جماعة الخير، أبغى أعرفكم عن نفسي، أنا سعيد بن علي بن مرزوق ونان، ماجستير في علوم الكمبيوتر من أمريكا. ما شاء الله. موظف وراتبي 20,000 ريال. ما شاء الله. عندي بيت وسيارتين وسايق وشغلتين وكل شيء جاهز. ما شاء الله. أهم شيء الأخلاق والروح الرياضية. وأتشرف بطلب يد بنتكم إليسا. نانسي. آسف نانسي. نانسي ها تنكت انت وجهك يا البطريق. والله لا اصبر اصبر يا خربت هذا. اصبر شوي بعد. جامله جامله الرجال، راتبه هذا 20,000 ريال. حلو يبا، هذا يقود لنا اسال اسوال يبا. اسال الحين انت جاي عند عائله رياضيه ميولها رياضيه، ابوهم كان يلعب في المنتخب من يوم عمره 7 سنوات الى ما وصل 35 سنه وهو لاعب منتخب دولي، قدم للوطن الكثير والكثير. بما انك في بيت العائله الكرويه الرياضيه، انت وش تشجع؟ صراحه انا اشجع النادي الملكي، النادي الاهلي، قبلها كنت اتحادي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بكل وقاحه وبكل قله ادب جاي بيت كل اهله وكل اللي ساكنين فيه يشجعون النصر وتقول لي اهلاوي؟ والهلال. والهلال؟ انت ما تسأل وجهك، ما عندك دم يعني، ما عندك ادب انك جاي بيت. خميس 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 خليني ادب. براحه براحه بذمتك يا بخير، براحه ما اضخ خشمك. ايش 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 بلاك انت جاب الرجال جاب مش بلاك جاي. لا تلف على مره واحده. الرجال جاي خطب اختك، لازم تكون عندك روح رياضيه. اصبر 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 خذ. انا شوف يا ولدي يا حبيبي يا اهلاوي، اسمح لي بكل معنى الكلمة وبروح رياضية رائعة وجميلة ورياضية بحتة. قح 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 تفهم؟ أقول لك اطلع 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 مرة ما بقول لزلابة منك أهلاوي نزوج أختي على كيفك أنت على كيفك؟ الشرها مو عليكم، الشرها على أمي اللي ما قالت إنكم تشجعون لها. هيا هيا هيا.